voilà. Voilà, donc les gliomes, quels sont les symboles, les gliomes de Bagrat, les awram, il y a awram hamida. L'awram hamida, le problème de ça, c'est que c'est une zone hassasse. La zone hadi, فيها الحركة يخدم فيها يكون نطخ في الدماغ ما يعني منطقة النطخ والحركة والتفكير الذاكرة تكون هنا في الناصية هي مذكورة حتى في القرآن الناصية هذه هي المنطقة اللي فيها الإنسان يفكر بها ويأخذ قرارات وهذه كانت بكري مشكلة كي نحو أورام المريض بعد العملية يخرج يعني ممكن ما يهدرش خلينا من الحركة هذه تجاوزنا وين نقدروا نتفاداو الشلل الحركي لكن كاين مشاكل أخرى اللي هي مشكل النطق وفي حال الأعلى المريض ينطق ولكن تلقاه راحت له الذاكرة ولا راحت له الجوجمون يعني ما يقدرش يميز تمييز الأشياء ويعني يكون يولوا حتى الأهلية تاعو بعد العملية تروح له ما عندوش أهلية يقدر ياخذ قرارات يعني وش لقينا يعني لقاو احنا رانا نتبعوهم يعني وش لقينا كوسيله لتفادي هذا الامور هذا المضاعفات هي الجراحه تكون المريض مستيقظ وش يسموها هذه لا شيروجي ايفيي لو باسيون يكون ايفيي وش معناه يعني فطن يكون فطن ماهوش انستيزي جينيرال يكون فطن نهضروا معاه يعاوننا احنا نحيو في الورم في نفس الوقت المريض يدير دي زيكزارسيس باغ دون 1 2 باش نشوفوا الحركه ومن بعد نشوفوا النطق نديروا له ان تيست يدير هذه سياره يدير جمله مفيده هذا في البلوك في البلوك دونك يدير جمل مفيده هذه سياره هذا حصان نشوفوا اذا كان يعرفي يكون جمله ويقدر يعقل وش هو يشوف ومن طن يعقل ومن طن تكوين جملة مفيدة فهمتوا إذا وش نديرو حنايا في العملية تبدأ نركضوا يعني يرقد المريض يرقد في أول عملية يرقد يكون تخدير يديروا له شكون أبل ماسك لارينجي الماسك هذايا يحطوه له يرقد حنا نحيو العظم نلحقوا عند الورم ومن بعد الاطباء التخدير يفطنون ينحوا الماسك هذاك الماسك هذا ساهل يتنحى بسهوله يتنحى المريض يفطن يولي يعني يهدر طبيعي يعني في حاله طبيعيه مثل الحين ويكون الاوبيراسيون مازال راسه مفتوح ورانا نحيو في الورم يبدا يدير في هذا التمارين الحركه تمارين النطق تمارين الذاكرة نسقسي وهو اسم ولادك واسمهم هكا واش تخدم يحكي لنا حياته حنا نخدمه هو يحكي في حياته ومن بعد اذا كان مثلا المشكلة هو يفيق لها يقول كان نحس المال في يدي يعني نحس المال في رجلي مثلا يقول لك بلوكيت وفي بعض وحنا قبل ما نبداو الورم هذا نحيو في الورم نديرو ستيمولاسيون بفضل واحد لاباري صغير تاع التيار كهربائي نفوتو كاع على المخ نعرفو وين راهي الحركة خاطر يبلوكي كي نديرو ستيميلاسيون فوق منطقة الحركة المريض هذا راه يبلوكي يتحبس الحركة مثلا ان دو ومن بعد يبلوكي عرفنا بلي هذه منطقة الحركة ومن بعد نحوسو على منطقة النطق يبدا يدير هذه بقرة هذا يدير هذا الاكزرسيس يبلوكي النطق تاعو ما ينطقش صافي على بالنا هذه درنا خريطه حركه خريطه اون مابينغ فونكسيونيل اون كارتوغرافي فونكسيونيل يعني حركه خريطه اللي درنا فيها كل لي فونكسيونيل لي فونكسيونيل تاع السيرفو على بالنا وراهي عمل الدماغ على بالنا المناطق اللي ما درناوش ليهم ما نحوهمش اذا نحيو الورم بكل اريحيه داكور دكتور واحد هي لقات نجاح وين نتوما هنا في زميرلي لا بروميير فوا تخدموها هذه هنا في الجزائر بدات هنا عندنا في مستشفى زميرلي مستشفى زميرلي راهو الحين يعني نشكر رئيسه المصلحه البروفيسور المحفوف ليلى اللي راهي قايمه على المصلحه وتعاوننا بزاف في المهمه اليوميه تاعنا في الامكانيات في كل حاجه اللي يعطيها الصحه وهذه الطريقه
الطريقة بدأت في 2009 مع البروفيسور تيكان وين. مي ما كانتش معروفة دكتور. لا ما كانتش معروفة. هو كان دار دي ستاج في فرنسا وتعلمها. أول دخلها. هي السوجيت تيست تاعو البروفيسور تيكان وين. أنا الوقت هذا كنت طبيب مقيم عنده، كنت ستاجير كنت عنده. كنت بديناها كيف في نفس الوقت. يعني دركا راهو هو خرج التقاعد البروفيسور كان وين، ولكن الحمد لله العلم تاعو يمشي ويعني اخذت واصلت في نفس الطريقه تاعو. ومن هو عنده اكثر من سنه اللي راهو في التقاعد، ورانا نكملوا في المرضى نخدمهم مع فريق داكا. وبالاضافه لهذه الطريقه كاين امور بزاف على بالناس، كاين امور كثيره تندار في مستشفى زميلي مصلحه جراحه الاعصاب. مصلحه جراحه الاعصاب اللي هي لا شيروجي فونكسيونيل. واش هي لا شيروجي فونكسيونيل؟ الجراحه اللي ماهيش ما عندهاش علاقه بالحياه والموت، عندها علاقه بلا فونكسيون تاع بنادم. يعني مثلا عند الباركنسون، مرض الباركنسون هذا ما كانش يندار بعمليه جراحيه بصح كان ولا اصبح يندار في زميلي عن طريق نديرو ان ستيمولاتور. بيان كو هاد الايام الاخيره كاين مشكله في واحد لاباراي راهو بصح وعدونا في الوزاره بلي يخدموه في اقرب وقت نوصلوها. باركنسون لا ديستوني، الحركه لا اراديه تاع بعض الناس المساكين عندهم حركه لا اراديه. داكور. لا ديستوني نديرو لا بيوبسي ستيريوتاكسيك اللي امر ثاني ما يندرش في كل بلاصه. وخاصه عندنا الالم العصب الخامس راني براجي تريجيمينال. الالم هذا هو الم يعني فظيع، يعني حتى يؤدي المرضى الى الـ الى الـ الى الانتحار. كاين المرضى انتحروا من هذا الالم. هذا وعندنا طرق طريقتين اللي يندروا في العالم يعني اونور مونديال. عندنا لا نيفرالجي مونبيريو بار لو بالوني من هنايا ندخلوا لها من هنا بالوني. وعندها لا ديكوبريسيون ميكرو باسكولار، الفصل المجهري بين العصب والشريان الدموي اللي راهو يزير العصب. هذه ثاني رانا مشينا فيها مرضى كثير درناهم. داكو دكتور، والمرض اللي يصب بزاف تاع الصحراء اللي مساكنين في مناطق الصحراء، هذه اللي حابه نفهم عليه. اورام، هي اورام هذو عندهم بزاف اورام اللي يكون علاج تاعها هنا كانوا يروحوا للخارج ولا كانوا يروحوا لتونس ويروحوا لتركيا ويروحوا. هذه كانت متوفره الان في مستشفى زميرلي بالفريق ديالكم. نعم الفريق الطبي يعني قايمين عليه الحمد لله. عندنا كما قلت لكم بروفيسور محفوف رئيس القسم، وكاين بروفيسور مروج راهو معاها، راهو يعني نتعاون معاه. والمميزات تاع الفريق، فريق شاب يعني واش نقدروا الماكسيموم الموين داج تاعنا ما تتجاوز 40 سنه. لا موين داج تاعنا يعني راهو في تطور الحمد لله ان شاء الله. يعني ومع الفريق التخدير اللي معنا كيما الطريقه هذه تاع المرض الايفي هذه ماشي اي طبيب تاع التخدير ديالها، راه مشكله تنوض المريض وفي راسه. يعني معنا البروفيسور زغدود، بروفيسور زغدود دليله تخدم معنا ما شاء الله، ومن اول من اللي بدا هي معنا ما 2009 هي ترقد المرضى و فوالا يعني نعم. استنى دكتور نزيد.